مساء الخير، أنا معكم محمد علي The Futurist Program. إحنا اتكلمنا على مدار حلقات كتير قوي عن مستقبل مواضيع مختلفة. النهاردة هناخد قصة جديدة، قصة The Food Industry, The Food Business, The Sustainability in Food About The Future. محتاجين نشوف تفاصيل كتيرة فيها، وأما وإن إحنا هنتكلم في منطقة يعتبر حاسمة في حياة البشرية كلها دلوقتي، فكان لازم إن إحنا نستضيف حد يكون فاهم في المنطقة دي، فاهم في المستقبل بتاعها، فاهم في البراكتسز، the best practices in this. فعشان كده أنا يشرفني النهاردة إن إحنا يبقى معنا حلقة شيقة جدا، هتكون مع الصديقة العزيزة إسراء سامي. إسراء، قبل ما تقدم نفسها أنا عايز أقول عنها كلمتين كده، هي من الناس القليلة اللي يعرفوا نفسهم يقولوا إحنا Impact Seeker, Sustainability Advocates. حد من الناس اللي عندها methodology about the issue. It's not just a business or a personal issue، لا ده في موضوع كبير قوي عايزين نتعرف أكتر. أهلا بك إسراء. أهلا بحضرتك يا دكتور، يعني مرسي قوي على الانترو دي، تشرفت بوجودي مع حضرتك. سلام، ان شاء الله تكون حلقه قويه كده ونفيد الناس. انا نفسي يعني منتظر الحلقه دي بفارغ الصبر، ان نعرف منطقه جديده. انا بقرا في السستينابيليتي وبقرا في حاجات كتير، لكن محتاج نشوف الابروتش الصح على الارض وعلى الميثودولوجي اتسلف يعني. بس قبل ما نخش في كده، خلينا يعني انت مين اسراء؟ اوكي، انا من 2017 بدرس سستينابيليتي وبدرس سستينابيليتي. يعني كان دايما بيقرقني قوي فكرة البالانس ما بين planet, people and profit. فبدأنا 2020 أنا وجوزي بدأنا Dino Foods. We co-founded Dino Foods. ممكن لما أعرفه لك تحس أنه هو ده إيه علاقته بالsustainability، بس مع الوقت هنتعرف على ده. إحنا بنعمل إيه؟ بنعمل meal plan subscriptions. كان عندنا pain إن إحنا الاثنين بنشتغل ومش عندنا وقت ان احنا ناكل healthy او ناكل بشكل كويس. اقرب حاجة كانت بتبقى الفاست فود يعني. فدينوز mainly about tailored meal plans، يعني بنعمل الميل بلان على حسب كل شخص، customized to everyone على حسب احتياجاته، طوله ووزنه، عنده ايه متطلبات lifestyle بتاع يومه. وبأكد احنا مش weight loss او بس weight gain او حتى muscle maintenance، لا احنا we're promoting for healthy lifestyle، يعني حد بس who is busy مش اكتر. بس انا يمكن قبل ما نخش الحلقة، يعني ده مصداقا لكلامك اللي انت بتقوليه، اكتشفت ان في قصة كبيرة قوي ورا الموضوع. It's not just selling food or promoting this issue، لا ده الموضوع. انا عايز اعرف ايه الموتيفز from the sustainability approach اللي خلت انتوا تفكروا بالاسلوب ده. انتوا يعني ايه قصة، ايه الموتيفز للبشرية للدنيا؟ لان في قصة كبيرة ورا sustainability part in this. ده حقيقي. احنا دلوقتي واحنا بنتكلم في حوالي 900 مليون people بيعانوا من فكرة malnutrition، حوالي 400 مليون people بيعانوا من absolute hunger. At the same time احنا الفود ويست third of the total food waste، sorry third من total food produced goes to waste. Actually التلت الأكل اللي بينتج ده هو أصلا كافي to fill in the gap، بس في قصة شوية أهم من دي، وهي الكالوري انتيك. احنا الكالوري انتيك بنفتكرها أو بنتكلم عنها لما حد بيكون عايز يعمل دايت، بس الحقيقة هي وحدة قياس للطاقة. يعني احنا الأكل اللي هو just waste ده that accounts for 24% of the calorie intake worldwide. And it's more than enough برضو to fill the gap of malnutrition and hunger. خاصة ان احنا عايشين في عالم متناقص الموارد دلوقتي، دايما نقول diminishing resources، دنيا شورتش في كل حاجة. ده حقيقي. وespecially ان احنا في projections عن الpopulation، it's estimated to increase by 2 billion in the next 30 years. فده كمان بيعلي اكتر استرس على الديماند يعني. طبعا ده طبعا ممكن نقول عليه social factor، فكرة الهنجر أو malnutrition. وactually في أكتر من ده في social factors، لأن nutrition is the base to everything. يعني مفيش غذاء مفيش كلام، مفيش أمل طبعا. فده مدخل لو جينا نبص على poverty، احنا في الـ SDGs في الـ Sustainable Development Goals number one no poverty. فممكن حد يشوف ان ده ايه علاقته بالأكل، بس هو nutrition is the base for this.
فكرة الـ education, nutrition is the base for this. الـ social mobility بشكل عام. ف to develop a nation احنا بنتكلم ABC is nutrition. طيب لو جينا نشوف شوية الـ perspective الـ economic, it's estimated انه الـ waste ده حوالي 2.5 billion tons equivalent لحوالي 230 billion dollars. ده غير السيركولر ايكونومي, يعني احنا بنخسر ال 230 مليار دول ولسه بقى ما عملناش ريسايكلينج او لسه ما عالجناش البيئه, لسه ما حاولناش ان احنا نحل الموضوع. لو جينا نبص من البارت الانفايرمنتال وغير الويست, ان الويست ده اصلا بولوشن اند سو اون, بس البرودكشن اوف فود بدايه من الاجريكلتشر للبروسيسنج بلانتس للديستريبيوشن الدليفري, كل السايكل دي اكاونتس فور تقريبا 33% of the greenhouse gas emissions that directly contributes to the global warming. فعشان كده لو بصينا ل 3 pillars, social او environmental او economic, ال food production محتاج حل. محتاج حل, والكالوري انتيك هنا ممكن تستخدم كنوع من انواع ال resource governance, حوكمة للموارد. هنا النقطة بقى, أنا وأنا بناقش القصة دي معاكي الابروتش, الناس تسمع دينو ويتكلم دينو فودز وإن هم بيعملوا لكشري كاستمايزد هيلثي ميز سبسكريبشن موديل, الناس دي بتكلم الأغنية, بس انتوا أنا عايز أفهم الموديل من ناحية الميثودولوجي أوف سستينابيليتي زي ما لأنه في لا في قصة, انتوا ليكوا دور يعني, خلينا هي دي الحتة اللي انت بتكلمي فيها, عايز أفهمها أكتر. زي ما قلت لحضرتك, فكرة الكالوري انتيك احنا واخدينها من باب ان كل حد ياخد كفايته. الفكرة ان في الكالوري انتيك لما بتزيد عن اللي انت محتاجه, you're most probably taking someone's else. احنا بنسحب من resources بتاعت حد تاني. فمش موضوع ان هي بتاعت الاغنية بس, usually changing consumer behavior بيكون اسهل كتير when it comes up to down. بنبدأ بسكتر معين and then تبدأ بقى تدخل الـ NGOs, تبدأ الدور بتاع الـ government, فبيبدأ الموضوع يندرج لطبقات أكتر. لكن لو بدأناها العكس بتوقع أنه الموضوع ممكن يكون أصعب كتير. فإحنا already دلوقتي we're speaking of الفئة already educated, شوية عندهم awareness وشوية إحنا بنساعد في الـ awareness. أم بدأت باي تايم يبدأ الموضوع يندرج أكتر. ومن هنا بتيجي فكرة as a customer experience, different customer experiences and different as well calorie intake. Yes, yes طبعا. صح. على حسب احتياجات كل شخص. وده أنا شايف ده متناغم مع التريند of human centric design. It's about human approach, مش فكرة مجموعة أو one value fits all وخلاص وكله يأكل كذا, لا ده موضوع فيه exactly. إحنا لما حد بيبعت لنا قولوا لنا المانيو بتاعتكم, احنا مش عندنا مانيو, احنا حضرتك بتيجي فيل ان ا فورم, بنعرفك اكتر, بنعرف عن اللايف ستايل بتاعك اكتر, بتحب ايه او مش بتحب ايه, اند ذن وي ستارت تيلرينج ذس على حسب كل حد الكيس بتاعته. فياس طبعا في ادد فاليو هنا للشخص نفسه, لانه احنا لو خدنا بقى من موضوع منظور كلي هوليستيك ابروتش اباوت ذا فود اندستري انفايرمنت اند سستينابيليتي ابروتش, شايفة العالم دلوقتي, انت طبعا يعني معلومات قوية جدا في الأول, فكرة الـ current situation assessment للـ food industry in general أو food environment بشكل عام, شدني جدا فكرة أنه 900 مليون malnutrition وفي عندي 400 مليون yes. hunger, وطبعا الأرقام بتتزايد بشكل كبير, والأهم من الأرقام دي في تزايد دائم الـ obesity. يعني احنا الـ obesity دلوقتي حوالي 30%, 2017 كانت شوية أقل من كده, 2012 كانت شوية أقل من كده, هي في تزايد دائم يعني, خاصة مع عادات الناس إنها تقعد كتير على على التكنولوجي وعلى devices والحركة قلت, الكالتشر نفسها. What about the consumer behavior as well in this part? والله إحنا ال consumer behavior لو بنتكلم towards you know, إحنا بنتبسط قوي لما بيجينا في التارجت, إحنا عندنا 4 targets, lose weight, gain weight, muscle maintenance, أو I have no goal, I just want to eat healthy. اللي إحنا we are trying to promote eating healthy. فكل ما بنلاقي إن إحنا response أعلى على ال category دي, بنحس إن إحنا
وصلنا أكتر. It's a kind of a lifestyle approach. Yes, لأن إحنا عندنا nutrition كمان هي مش فكرة بس صحة جسدية, بس في عندنا نفسية. فلما بنلاقي حد قاعد معانا سنة وأكتر من سنة, ولما بنتكلم معاه قد إيه productivity بتاعته زادت في الشغل, أو مثلاً بتبقى أم وقد إيه ده بيساعدها mentally كمان, ففي تأثير أكبر بكتير من فكرة الشكل, إن أنا بس عايز أضبط شكلي. في نواحي خفية خالص في الموضوع. طيب yes. ده بيودينا بقى للي أنا يعني التقديمة دي بتودينا المنطقة اللي أنا عايز أشوفها بقى about the future. What's your yes. يعني perspective of the future food in general. yes. إيه البكرة, إيه الدنيا راحة فين الحكاية؟ أوكي. إحنا طبعا في البداية عايزين نقلل ويست, عايزين نستخدم space أقل, وعايزين نستخدم energy أقل. فدول كده فاكتورز, جراوند فاكتورز بنحتاجهم علشان نقدر نعمل فعلا انوفيشن يواكب الموضوع. في عندنا حاجه زي مثلا الفيرتيكال فارمينج. فكره الفيرتيكال فارمينج انت بتزرع في مساحه اقل, وفي نفس الوقت يو ليفرجينج السبلاي, بتطلع حوالي 7 تايمز النورمال فارم لاند سلوت. في عندنا مشكله بتواجهنا كتير اللي هي اللايف ستوك. احنا اللايف ستوك بتطلع ميثين, الميثين ده برضو accounts as a greenhouse gas. وحوالي like a quarter of the agricultural sector, a quarter of that بيجي من اللايف ستوك المسبب للgreenhouse gas. فلازم alternative protein. فبدأنا ان احنا بدأ يبقى فيه بقى research عن ان احنا بنعمل protein من الالجي الطحالب البحرية. يمكن ممكن ده لسه بعيد شوية عن Middle East, بس they're using insects عشان يقدروا برضو يطلعوا بروتين. بس ده هيكون as a culture approach. ده بالنسبة لنا احنا هنا. بس هتلاقي Far East مثلا they're widely dependent. ده عادي على فكرة. widely dependent on that. طبعا كمان عندنا genetic modification, ان احنا بنغير في الجينز. تقدر ان انت تزرع بمية اقل, تقدر ان انت تزود سبلاي من بلانت ذات از فيري رير. فالقصة بتاعت الجينز دي طبعا بتتطور كل سنة عن سنة في الزراعة. اوفر اول كل الهيلثير اوبشنز بقى, موضوع كله متجه towards الهيلث. ليه؟ زمان كان الفكر more for less, كل كتير بسعر قليل. دلوقتي strategy is going towards less for more, كل قليل لكن خد أفضل كفاية من nutrition أو من multivitamins أو whatever. To an extent الفكرة البيل زي بيل كابسل كده, هي بتوازي وجبة فطار أو بتوازي وجبة غدا, فيها الفايبرز, فيها الفيتامينز, فيها كل حاجة انت. يعني انا الصبح معايا فطاري كده كابسول كده خلاص كده تمام بالظبط. مش هجوع. طب والجوع؟ طيب مش بجوع. مش بجوع. الجوع كان بي مونيتور ثرو ا هرمون, بلس انه هي بيبقى فيها فايبرز, هي مش بتفضل كابسول لما بتنزل. طب هل ده ينفع نتجنن شوية مع بعض كده ونقول ان المستقبل ممكن يكون زي ما هم بيحاولوا دلوقتي؟ في بعض الايكونومستس والناس بقى يتكلموا فكرة اليونيفايد سورس اوف انكم, والناس كلها تاخد انكم واحد, ويبقى فيه مش لازم تشتغلي, لا ده هو يعني ده هيجيلك انكم كده ويبقى ديك دور تاني في الحياة. فهل فعلا ممكن يكون في المستقبل الاكل يتوزع بهذا الشكل, كل واحد ليه حصة من الكابسولز بتتصرف له؟ انا بتوقع بس مش في القريب قوي. بس بتوقع I think ان احنا هنوصل لها. احنا خلاص احنا العالم كله دلوقتي متناقص الموارد, وحروب كلها على موارد دلوقتي, وحروب المياه وحروب الغذاء. الفكرة انه الpopulation is increasing. كمان بس خليني اقول لحضرتك, يعني this is a personal perspective على فكرة diminishing resources, ان احنا في القصة بتاعت الاكل عندنا اكتر مشاكل في مش عايز اقول في البوليسي ميكينج, بس في الامبلمنتيشن اوف بوليسيز. احنا وي هاف ذا ريسورسز النهارده, وي اون ذا ريسورسز از ا جلوبال ابروتش. يس از ا جلوبال ريسورس, از جلوبال ريسورسز طبعا, لكن الفكره ان احنا ما فيش فير ديستريبيوشن. تمام. ف لحد النهارده في كفايه, بس في سوء اداره.
في أباندنس أو وفرة شوية، عشان كده مغطية الجانب دوت إلى حد ما. لكن وانس إن الموضوع خلاص يبقى فيه بقى تظهر الفجوة، هيحصل مشاكل كبيرة. يس. صح؟ يس يس. ده دي قصة ده. طب احنا عايزين نقول فيوتشر حلوة فيوتشر كده سواد خالص. طب لا ايه لا الحاجة لا الحلوة طب في فيوتشر في الفود عايزين عشان الناس ما تتضايقش منها؟ والله الحاجة الحلوة ان الناس بقى عندها awareness اكتر. اها يعني دي as a consumer behavior. طبعا as a consumer behavior، لان educate more educated consumer to some extent. يس. احنا دايما نقول النهاردة العميل جزء من التغيير، فاحنا ما عندناش option غير ان العميل يقتنع. فبقى في awareness أكتر عن التوبيك. إحنا من أفضل الحاجات اللي دينو ممكن تكون بتوفرها إنه ما فيش waste. مش بس إن أنت مش ما فيش أكل باقي، لا، ما فيش waste of energy، ما فيش waste of time، ما فيش waste of money، ما فيش waste بشكل عام. this is very important. فلو هتكلم على الحاجات الكويسة local و global wise، في initiatives كتيرة جدا بتقاوم الموضوع وبتتكلم عنه وبتعمل عنه awareness قوية، يعني لأنه اللي كان بيتقال إنه هيحصل من like a century 100 years ولا حاجة، خلاص إحنا النهاردة فيه. It's already دلوقتي happening. أو ده اللي بنقوله في من أول حلقات the futurist، بنقول the future is now. خلاص للأسف إحنا عايشين في جيل كexecutives وكconsumers مع تنامي الادفانسمنت ان تكنولوجي والكلام ده كله، اصبح في تسارع وتيرة تنفيذ حاجات كانت مخطط ليها في 2030 و40. أيوة. ودلوقتي بتحصل بشكل مرعب. ده حقيقي. وبرده في حاجه ساعات الفيوتشر بيبقى حله as simple as حاجه حصلت هيستوريكال. يعني احنا النهارده في الفود ترانز، او خليني اقول في حل من حلول القصه بتاعت الفود، هي الفود بريسكريبشنز. انه فود بريسكريبشنز. يس، فود بريسكريبشنز. It's a new terminology for me. انت it's wildly growing برا. انت تعبان، عندك whatever type of disease، فبتروح الدكتور كان بيكتب medical prescription، هو النهارده بيكتب food prescription. we're using food to heal. فعشان كده فكرة النيوتريشن في السنين الجاية I believe إن هي هتبقى obligatory، مش حاجة optional. You have to take proper nutrition علشان أنت تسرفايف، علشان البلانت تسرفايف. مش بس الموضوع متعلق بشخصك، لا، هو متعلق بالناس اللي حواليك، متعلق بoverall البلانت. يعني لأن نسب الأوبيز في تزايد دائم، في خطر عليهم، الدولة بتصرف عليهم، عاملين social inequality كdistribution of food، فبيبقى الضرر مش بس على الشخص، لا، فيه كمان surrounding. يعني طب خليني أقف هنا، ناخد فاصل كده بسيط. أوكي. عشان الموضوع ده مهم وعايز أرجع له تاني بس بشكل أعمق. أوكي. وناخد تفاصيله أكتر about the how about the solutions، ونكمل كلامنا على trends. طبعا عندي كام سؤال فيها كده، خلونا نرجع بعد الفاصل نكمل مع إسراء سامي the future of food sustainability. أهلا بكم في CBR كايرو بيزنس راديو، أول راديو بيزنس في مصر. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع إسراء سامي، كنا بنتكلم على قصة كبيرة، حتة الفود بريسكريبشن ديس ترمينولوجي اللي أنا بصراحة يعني حابب إن أنا ندوس فيها أكتر كده شوية كلام، نشوف القصة، عايزين تفاصيل أكتر على الانديفيدوال سكوب للموضوع. أوكي. زي ما قلت لحضرتك، إحنا الفود بريسكريبشن هي بنستخدم الفود as a healing method. إن إحنا ردي حصل أضرار كتير قوي بسبب الميديكال بريسكريبشنز، كل حاجة وليها المضاعفات بتاعتها. لكن الحقيقة إنه زي ما كنت بقول لحضرتك، الفيوتشر أحيانا بيرجعنا أصلا للبديهيات بتاعتنا. Back to basics. بالضبط. إنه زمان كان أنت تعبان، عندك صداع أو whatever الحاجة اللي بتعاني منها، طيب اشرب كذا، طب جرب ريح شوية وكل كذا. بس هل ده مش ممكن يحصل فيه legal issues شوية لما بيشوف مثلا في قصة الأعشاب والحاجات دي، وبعض الناس ممكن تلجأ إنها تاخد الموجة ديت وتشتغل عليها وتبقى
ايه رايك في خلينا يعني نتفق ان احنا التوك كلها النهارده حتى كل ستاتستكس اتقالت لا جلوبال برسبكتيف فاي دونت ثينك ان بره في عندهم البيزنس مودلز اللي عندنا بتاعت الاعشاب والحاجات دي. فلا الموضوع معمول شويه بشكل ادفانسد يعني انه بقى في دلوقتي حاجه اسمها فود هوسبيتال هي بس مشفى كامل بتعتمد الهيلينج من خلال النيوتريشن. فوات اذر انت عندك ايه في فود هوسبيتال اند ذس از ا ترند از ويل يس فود هوسبيتال انت في دكتورز من كل المجالات زي الطب كده انت في دكتور وات ايفر بطنه انف واذن كل المجالات ف ات ابلايز ذا سيم بس بدل ما هما بيستخدموا الادويه بيستخدموا الاكل فود بريسكريبشن يس فود بريسكريبشن ودي محتاجه اعتقد اويرنس كبيره وكالتشر يعني ديفرنشيشن عاليه قوي بس خليني اقول لك صدقني الصعب فيها هي برضو اجان الاداره لكن هي مش حاجة that is innovative جديدة خطيرة ما حصلتش. احنا زمان اجدادنا كانوا ماشيين اصلا حياتهم صح. كلها بالفود بريسكريبشن يعني صح. بس طبعا الموضوع محتاج ادارة عشان زي ما حضرتك قلت ما الموضوع ما يقلبش بقى unethical يعني في قصة تانية طب انا متشوق برضو استفيد باللقاء معاكي اخد الجوانب الشخصية المختلفة يعني زي ما عرفناكي في الاول فكرة ماشي as co-founder for Dino Foods وطبعا impact seeker وsustainability advocate for corporate. انا عايز اخد الموضوع من ناحيه احنا اتكلمنا على الفود اندستري والفود ترند للبزنس ان جنرال او للصناعه بشكل عام لكن محتاج اشوف بالنسبه للكوربريت from sustainability perspective بقى in general your approach يعني محتاج اخد ايه قصه how to impact اللي بيحصل مع الشركات. اوكي طيب خليني أقول لحضرتك إسراء ك sustainability advocate مختلفة شوية عن إسراء ك entrepreneur أو حد بيعمل شغل أو بيدير شغل. أنا في أي corporate training بعمله ببقى فاهمة كويس جدا إنه number one priority هي profit. Sure. And by the way دي حاجة مش بتتعارض أبدا مع sustainability بس في شوية aspects complementary. نقدر ناخد من sustainability شوية opportunities ونحقق نفس البروفيت أو actually أعلى بالضبط. فده بياخدنا كمان لمنطقة مهمة جدا جدا إنه sustainability موضوع ما بقاش كليشي أو إنه هي حاجة trendy لا إحنا في frameworks بتحكمنا في ESG frameworks بتحكمنا ما بقاش الموضوع option يعني وهو حتى مصداقا لكلامك برضو as a future approach انه احنا دايما كنا بنتعامل مع ال SDGs و sustainability as a guideline استرشادية كده ممكن تتبعها وممكن لا احنا الفترة اللي جاية كلها هتبقى standards and legal approach هتبقى العملية داخلة قوانين global aspects فمنظور ده مهم جدا الناس تتحسب إليه كشركات ومؤسسات وبزنس decision makers طبعا يس وأدل دليل على ال profitability of sustainability بحب دايما أسميها كده شوف ال financing institutions مفيش حد هيطلع finance لبروجكت من غير ما يطلب sustainability plan والsustainability هنا طبعا أنا مش بقصد بيها بس الفود احنا sustainability هنا all inclusive ما بين practices طبعا economic benefits social inclusion أو عامة كل social factors طبعا environmental factors it is as you just said it's all inclusive. هل ممكن نلقي الضوء اكتر شويه عشان الكوربريت اكزيكتيفز اللي بيسمعونا دلوقتي فكره بقى الزام دلوقتي فكره او مش الزام في بعض الاحوال زي ما انت قلتي فكره الاي اس دي برو امباكت ريبورت as a future approach يعني yes but it's evolving يعني احنا الفريم وركس اللي كانت بتستخدم 2 decades ago النهاردة مش شرط نقول اتغيرت كلها لكن بتتطور لكن ياس طبعا it's a tool ما أنا بقول إنه أنا بعمل corporate that is sustainable my practices are sustainable فين اللي بيؤكد ده فالفكرة هنا إنه ال ESG عكس ما أو actually مش عكس في ناس بيتخيلوا إنه ESG دي حاجة كده زي الجول لا هي دي مش جول هي دي بقى اللي بنقيس بيها الجول أو اللي بنقيس بيها فعلا key matrix للموضوع بالضبط it's a matrix to the sustainable development وبالتالي بيطلع لي impact report عنها
yes out to the to the strategy to the sustainability strategy. أنا الاستراتيجي دي بعمل لها implementation وده النتيجة بتاعتها. خاصة في الموضوع بيتقال فعلا as a cost لأنه في دلوقتي دول كتير جدا بقت فرضة rate per cubic meter مثلا CO2 emissions أو. Yes, صح؟ yes, yes. Carbon footprint. Carbon yes. footprint فأصبحت في تكلفة عندك فأنت مفروض تشتغل على waste management وعلى إدارة production ونشتغل على sustainability development goal ما يخص responsible consumption and production. Yes, exactly. هل في future aspects في الحتة دي؟ كل اللي أنا هقدر أقوله لك أنه بعد عدد معين من السنين القريب جدا جدا مش هيبقى فيه corporate شغالة لو هي مش sustainable. يمكن على المستوى اللوكل ده شوية يتأخر بس على مستوى global it's no longer an option. أنا عايز أقولك يعني فعلا الحتة دي فكرة مش هتشغلها فكرة أنها تكون out of business out of global contracts. يعني فعلا أنا في واحدة الشركات يعني بدون ذكر اسم المجال أو حاجة يعني كان من فترة من كذا سنة كمان كانوا مفروض ياخدوا عقد كبير جدا مع إحدى الشركات المالتي ناشنال كبيرة جدا. هو كان بيشتغل في مجال التعبئة والحاجات دي والطلب من المالتي ناشنال كلاينت دوت تعرف بيبقى أسبكس كتير أو أسواق كتير جدا لو وردت لها من هنا من بلدك أو من هنا فطلب منهم سستينابيليتي سيرتيفيكت إنه قدام كل شجرة بتتقطع عشان يتعمل منها الورق اللي هما بيجيبوه من مورد الورق بتاعهم لازم تجيب لي شهادة انه بيزرع 10 yes. وبالتالي طبعا ما فيش عندهم السيرتيفيكت دي فأصبحوا out of this contract yes. Yes. وبالتالي كل حاجة بقى ما تخص السستينابيليتي تبدأ تنزل لها شوية ضوابط كده ممكن by practice تبتدي تحصل من خلال deals أو من خلال ان انا بلاقي نفسي والله حتى من غير قوانين ده ممكن تحصل زي ما بنقول yes. كده احنا في النهاية اللي بيحكمنا النهاردة واللي بيحكمنا for the upcoming century قوانين الطبيعة أقوى من sustainability وأقوى من profit وأقوى من economic development وأقوى من كل حاجة خاصة احنا شايفين دلوقتي climate change بالأدلة بالضبط يعني بالأدلة خلاص احنا فيها دلوقتي مش ما بقتش projection ما بقتش حاجة لقدام من سنتين ثلاثة فاتوا كنا بنتكلم هيحصل واحتمال يحصل لأن نضع عايشين وسط climate change aspects فدي وكتير كتير مشاكل تانية حصلت بسبب البايوديفرسيتي بسبب الناتشرال هازاردز اكتشلي نسلي بروكتر اند جامبل الكائنات الكبيرة فهموا من 20-30 سنة فكرة انه كل اللي انا هصرفه في السستينابيليتي مش هيجي قدام بالضبط مش هيجي قدام كوست واحدة بس من ناتشرال هازاردز فاحنا we are urged to do that مش انه الموضوع بقى اوبشن يعني. It's a matter of survival خلاص بقى yes. العملية مش اختيارات exactly. There's no options exactly. بس يا ريت يحصل كده على مستوى ناس كتير ازاي هيحصل awareness للناس ازاي هيحصل عايزين نتكلم على الانديفيدوال responsibility to some extent في gap فيها كانديفيدوال حتى مش هتكلم على decision makers هتكلم على مستوى الشخص تحسي global برضو والله حتى يعني ما بنتكلمش على مصر بس او حاجه لا بنتكلم بشكل عام كإنسان عايش في الحياه ما بتحسيش قوي فكره ال والله احنا بس وهقول لك تاني نسمع كلام اجدادنا اطفي النور كمل اكلك ما تحطش كتير كل البديهيات دي ده كان كلام سستينبل واحنا داخلين على العيد يعني كل سنه وانتم طيبين كل سنه طيبه انا بقيت يعني على المستوى الشخصي بفضل اني اقوم مش شبعانه 100% ولاني اكل اطبخ زياده فاشبع قوي ويبقى في زياده يعني بس استثناء مثلا لو في ضيوف او كده بيبقى في اطباق ديسبوزابل من قبل ما بنعمل مثلا العزومه احنا في بالنا انه لما يبقى في ويست هيتوزع بطريقه صح فبس شويه براكتسز زي دي انا من وانا يعني من وانا جريد 7 او حاجه وانا فعلا صغيره كان فكره الفود هانجر دي بت 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 بتوجعني جدا يعني يعني في حرب في وات ايفر اوكي ده كلام الناس يعني كان انا بدماغي وانا صغيره كلام الناس يدي فيه يعني سياسه وات ايفر بس الفود هانجر انا ليا يد فيها طبعا. كل حد مننا مسؤول عن بسلوكه وسبشلي انه عندنا معتقدات بقى انه اصل ما فيش حد بيبات جعان لا في والله في بيناموا يعني ابسولوت هانجر فقصه الفود بتخلينا نبقى ديسيبلند اكتر لان هي بتاثيرنا احنا بيحصل مع الناس دي كده
ففي حد ممكن لما تيجي تكلمه على climate change يقول لك مثلا هو أنا لو طفيت النور أنا هأثر في whatever، يمكن دي حاجة بعيدة شوية مش شايفها، بس الفود هي مش بعيدة، هي حاجة directly بسببنا. وactually كل حاجة directly بسببنا، بسبب الhuman activities لو هنتكلم على climate change أو whatever. أو فكرة الاعتمادية بأن إحنا معتمدين على بعض، على الـ government، على الـ public sector، لا على الـ NGOs. فدايما أقول لكل حد أنت ابدأ، صح. أنت ابدأ، اخلي مسؤوليتك، حتى لو في كيانات تانية مفروض تتحرك مش بتتحرك، اخلي مسؤوليتك تجاه القصة دي. ودي ثقافة على فكرة، يعني طبعا يعني ده دور أنت كـ sustainability advocate أو activist can call it، يعني لازم يبقى فيه وعي وتوعية بالحتة دي. بس وعي مش فكرة كلام ولا، ده فكرة فعل. والله الاثنين، لأن لحد النهاردة في فئة، let's say بقى هنتكلم بقى يعني local wise، فئة who are very educated بس لسه القصة sustainability أو consumption styles بتاعتنا لسه مش عندهم خالص يعني. فده بيجي دور، طبعا أنا بقى عن marketing برضو، فده بيجي دور الماركتيرز أو عامة الcommunicators يعني. لأنه إحنا النهاردة sustainability هي الثروة، صح، فمحتاجين ميديا، الميديا هتبقى من خلال الكوميونيكيشن. It's a chain. Yes. Yes. It's a chain. Exactly. ولو حد بدأ خلاص هو هياخد الليد ويبتدي الناس يبقى lead by example، بقى الناس هتبتدي تشوفه ويبتدي. فإذا فعلا ودي أحسن conclusion للقاء الرائع ده، أنه فعلا هو لو بدأت من مستوى الشخص نفسه هتبدأ الأمور. بس خليني بدل ما نعمل conclusion أخد your conclusion about this. لو أنت حابة تدي رسالة للناس من واقع اهتماماتك المتعددة دي، سواء من واقع البزنس كcofounder دينو فودز وcustomized healthy meals، أو بالنسبة للsustainability. أنا في حاجة دايما بقولها في التريننجز للcorporates، يعني أنه please اشغلوا نفسكم شوية بالقصة. أنت عندك انستغرام وفيسبوك ولينكدين، ابدأ تابع United Nations، ابدأ تابع البيج بتاعت الوورد فورم، ابدأ تابع الأخبار دي، عشان ده اللي بيديك موتيفيشن إنك دايما تبقى محافظ. أنا بعتبر وفي ريبورت مهمة جدا، في فيوتشر ريبورت اللي هو الفود ريبورت السيتويشن بيطلع من الوورد فود بروجرام. ده مرعب مرعب مرعب. أنا قريته مرة مرعب يعني أنا في بداية الموضوع لحد بقى مهديت، يعني كنت لما أدخل أوتيل وأشوف أوبن بفيه أوكي، كنت بزعل بتعصب، مش عارفة أبسط، مش عارفة أمارس حياتي تاني بشكل طبيعي بجد. بس طبعا مع الوقت هديت، يعني لو أنا مش غير الكون برضو يعني فاهمني. بس نتابع الموضوع، لما بنتابع الموضوع بنبقى غصب عننا disciplined، ودي حاجة مش عايز أقول طبعا إن هي من الدين، يعني كل الأديان يعني إن إحنا نبقى disciplined يعني كresources. وده فكرة، دي دعوة فكرة، ممكن نلغي الأوبين بفي هذا approach نتيجة للأزمة العالمية اللي أنا برا، ولا في بعض الناس يقولك والله دي ده يقلل الفود كونسومشن. بالظبط، انا كنت لسه اقول لحضرتك هو برا اللي انا بشوفه مختلف تماما عن اللي انا بشوفه هنا، يعني نملى الطبق كده. ستيل في فرق فعلا في الكالتشر، يعني ستيل هنرجع تاني انديفيديوال بارت، يعني هو معمول اصلا عشان يوفر. لا صح، معانا النتيجة عكسية، بيجي بشكل تاني خالص الموضوع. بالزبط. انا سعيد جدا بالحلقة النهاردة، استفدنا تيرمينولوجيز جديدة، حاجات كتير جدا، ترندز، what to do، how to do، and conclusion. وإن شاء الله بتمنى لك دايما التوفيق. ليكي إسراء سامي والدينو فودز ولكل الكوربريتس اللي انت بتتعاملي معهم عشان تنشري your methodology. We can consider it like this. Thank you. أشكركم. كنتم معنا في The Futurist، وإن شاء الله الحلقات اللي جاية هنتكلم أكتر في ناخد صناعات جديدة وناخد aspects جديدة في حياتنا نشوف The Future. شكرا محمد علي.